مساء الخير للجميع. فقرة جديدة من فقرات قصة كاتب، واليوم مع قصة الكاتبة الشهيرة شارلوت برونتي، روائية وشاعرة إنجليزية. هي كبرى الأخوات برونتي الثلاث التي تعتبر روايتهن من كلاسيكيات الأدب الإنجليزي. ولدت شارلوت في 21 من أبريل سنة 1816 في تورنتون غرب برادفورد في يوركشاير ببريطانيا، وهي الثالثة من بين 6 أطفال لماريا برانويل وزوجها الكاهن الإنجليكي والمؤلف الأيرلندي باتريك برونتي. في عام 1820 انتقلت العائلة إلى قرية هاورث، حيث تولى والدها منصب كاهن الأبرشية في كنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة. توفيت والدتها في 15 من سبتمبر سنة 1821، تاركة خلفها 5 بنات وابنا وحيدا في رعاية شقيقتها إليزابيث برانويل. في أغسطس سنة 1824 أرسل الأب تشارلوت مع 3 من شقيقاتها إيميلي وماريا وإليزابيث إلى مدرسة بنات القساوسة كوان بريدج في لانكشير، إذ أثرت الظروف المتردية للمدرسة على صحة الفتيات، فما لبثت الأختان ماريا وإليزابيث أن أصيبتا بمرض السل وتوفيتا بسببه في يونيو سنة 1825 بعد وقت قصير من التحاق الأخوات بالمدرسة، مما دفع الأب إلى إخراج تشارلوت وإيميلي من تلك المدرسة. كانت تلك المدرسة مصدر إلهام لتشارلوت لتأليف مدرسة لود في روايتها الشهيرة جين إير. في منزل الكاهن برونتي الكائن في هاورث، لعبت تشارلوت دور الصديقة والأم والوصية على أخواتها الصغيرات. كتبت تشارلوت أول قصيدة معروفة لها عام 1829 عندما كانت بعمر 13، ثم استمرت في كتابة أكثر من 200 قصيدة خلال حياتها. تم نشر العديد من قصائدها في مجلتهم المنزلية والتي تتعلق بمدينة الزجاج الخيالية، إذ بدأت تشارلوت مع شقيقتيها إيميلي برونتي وآن برونتي بنسج حكايات عن سكان ممالك خيالية والتأريخ لحياتهم ونضالاتهم، إذ كتبت كل من تشارلوت وبرانويل قصصا رومانسية ذات طابع بايروني عن ممتلكاتهم الخيالية أنغريا، بينما كتبت إيميلي وآن مقالات وقصائد عن جزيرتيهما الخيالية غوندال. كانت قصصهن الطويلة مجزأة ومليئة بالتفاصيل، وتوجد في شكل مخطوطات غير مكتملة، وقد تم نشر البعض من تلك القصص كأعمال أدبية شابة. أكملت تشارلوت تعليمها في الروهيد ميرفيلد في الفترة ما بين 1831 و 1832، وهناك قابلت رفيقات حياتها إيلين نيسي وماري تايلر، ولم ينقطعن عن تبادل الرسائل. كتبت تشارلوت روايتها القصيرة القزم الأخضر في عام 1833 تحت الاسم المستعار ويليزلي، وخلال تلك الفترة تحولت قصصها من حكايات خارقة للطبيعة إلى قصص أكثر واقعية. عادت تشارلوت إلى نفس المدرسة في الروهيد كمعلمة في الفترة ما بين 1835 و 1838، وغلبت عليها آنذاك مشاعر الحزن والوحدة، مما دفعها إلى التخلص من أحزانها عن طريق كتابة الشعر، حيث قامت بتأليف سلسلة من القصائد الحزينة. في ديسمبر سنة 1835 كتبت تشارلوت قصيدة نسجنا شبكة في الطفولة، وأظهرت فيها تناقضا حادا بين حياتها البائسة كمعلمة والعوالم الخيالية الحية التي ابتكرتها هي وأخواتها. كما كتبت في نفس الفترة قصيدة كان صباحا ولا تزال نظارته، وقصيدة هذا أفضل في بعض الأحيان لتذكر الأوهام بمجرد اعتبارها عادلة،
وقد جسدت شارلوت من خلال عدة قصائد عالمها الخيالي أنغريا، وغالبا ما كانت تدور حول أبطال بايرونيين. في ديسمبر سنة 1836 رسلت شارلوت الشاعر البريطاني روبرت ساوذي طالبة منه تشجيعها على مسيرتها المهنية كشاعرة. حينها رد عليها ساوذي بمقولته الشهيرة: لا يمكن أن يكون الأدب من شأن حياة المرأة، ولا يمكن أن يكون كذلك، ولا ينبغي أن يكون كذلك. كلما انخرطت المرأة في واجباتها الأساسية، كلما قل وقت فراغها لمساعيها الأدبية، حتى لو كانت مساعيها لغرض تحقيق إنجاز أو لمجرد الترفيه. قابلت شارلوت هذه النصيحة باحترام، لكنها بالطبع لم تطبقها. في عام 1839 عملت شارلوت كمربية خاصة لدى العديد من العائلات في يوركشاير، واستمرت في هذه المهنة حتى عام 1841، تحديدا في الفترة من مايو إلى يوليو سنة 1839. تم توظيفها من قبل عائلة سيدغويك في مقر إقامتهم الصيفي في لوثرزدال. ومن بين الأطفال تحت رعايتها كان هناك طفل شقي يدعى جون بنسون سيدغويك. وفي إحدى المناسبات ألقى جون سيدغويك الكتاب المقدس على شارلوت. ربما كانت هذه الحادثة مصدر إلهام لجزء من الفصل الافتتاحي في رواية جين إير، حيث قام أحد الشخصيات وهو جون ريد بإلقاء كتاب على جين الصغيرة التي لم تستمتع براونتي بعملها كمربية على جين الصغيرة. لم تستمتع براونتي بعملها كمربية، حيث أفصحت بأن أصحاب عملها كانوا يعاملونها كجارية تقريبا، مع توجيه الإهانات لها باستمرار. كانت شارلوت طائلة الحجم، وكان طولها أقل من 5 أقدام، حوالي 150 سنتيمترا. في عام 1842 سافرت شارلوت مع إيميلي إلى بروكسل للالتحاق بمدرسة داخلية تحت إدارة السيد كونستانتين هيجر وزوجته السيدة كلير زوي بارينيت هيجر. وخلال فترة وجودها في بروكسل فضلت شارلوت المذهب البروتستانتي، وقامت شارلوت بتدريس اللغة الإنجليزية، بينما أعطت إيميلي دروسا في الموسيقى مقابل تسديد رسوم الإقامة والتعلم في المدرسة. اضطرت الأختان إلى ترك المدرسة بعد وفاة الخالة إليزابيث برانويل جراء انسداد معوي أصيبت به في أكتوبر سنة 1842. وكانت الخالة قد انضمت للعائلة في هاورث لتولى رعاية أبناء أختها بعد وفاة الأخيرة. وفي يناير سنة 1843 عادت شارلوت بمفردها إلى المدرسة في بروكسل مرة أخرى، لكنها كمعلمة، ولم تتسم إقامتها الثانية بالسعادة، حيث شعرت بالحنين وكانت قد تعلقت بالسيد كونستانتين هيجر. وانتقلت شارلوت مرة أخرى إلى هاورث في يناير 1844، واستغلت الوقت الذي قضته في المدرسة الداخلية كمصدر إلهام لروايتيها الأستاذ وفيلات. بعد العودة إلى هاورث قامت شارلوت وأخواتها بإنشاء مدرسة داخلية خاصة في منزل العائلة. تم الترويج للمدرسة على أنها مؤسسة الآنسات برونتي الداخلية لتعليم عدد محدود من الفتيات، وتم إجراء استعلام لترقب التلميذات ومصادر التمويل المحتملة. ولكن باء المشروع بالفشل، حيث لم ينجذب أحد إلى المدرسة، وتم التخلي عن المشروع في أكتوبر سنة 1844. في مايو سنة 1846 نشرت الأخوات شارلوت وإيميلي وآن مجموعة مشتركة من القصائد تحت الأسماء المستعارة كورير بيل، إليس بيل، وأكتون بيل. حجبت الأسماء المستعارة جنس الأخوات مع الإبقاء على الأحرف الأولى من أسمائهن.
بيل، كان الاسم الأوسط لمساعد الكاهن في هاورث، آرثر بيل نيكولز الذي تزوجته تشارلوت لاحقا، وكارير نسبة إلى كنيسة فرانسيس ماري ريتشاردسون كارير التي قامت بتمويل مدرستهن، أو ربما والدهم. كتبت تشارلوت حول استخدام الأسماء المستعارة ما يلي: تجنبا للدعاية الشخصية، أخفينا أسماءنا الأصلية خلف الأسماء المستعارة: كارير بيل، إليس بيل، أكتون بيل. اخترنا هذه الأسماء الغامضة رغبة منا في استخدام أسماء ذكورية، حيث لم نكن نود أن نكشف عن هويتنا كنساء، لأن في ذلك الوقت كان سيتم التعامل مع طريقة كتاباتنا وتفكيرنا على أنها أنثوية، وكان لدينا انطباع قوي على أن مؤلفاتنا سينظر إليها باستعلاء، حيث لاحظنا كيف يستخدم النقاد في بعض الأحيان أسلوب المهاجمة الشخصية كوسيلة عقاب، وأسلوب الغزل كمكافأة، وبالتالي لا يعتبر ذلك إشادة حقيقية لأعمالنا. على الرغم من بيع نسختين فقط من مجموعة قصائد الأخوات، إلا أنهن استمرين في الإنتاج الأدبي، وبدأنا بكتابة الروايات الأولى لكل منهن، مع الاستمرار باستخدام الأسماء المستعارة عند إرسال النصوص إلى دور النشر المحتملة. لم تجد تشارلوت برونتي دار نشر لأول مخطوطاتها، وكانت بعنوان الأستاذ، على الرغم أنها شعرت بالارتياح للاستجابة المشجعة من قبل دار النشر سميث ألدر وشركائهم في كورن هيل، والذين أعربوا عن اهتمامهم بأي أعمال أطول قد يرغب كارير بيل في إرسالها. استجابت تشارلوت باستكمال وإرسال مخطوطة ثانية في أغسطس سنة 1847. بعد 6 أسابيع نشرت رواية جين إير، إذ يروي الكتاب قصة مربية بسيطة تدعى جين ومعاناتها في حياتها المبكرة، ثم وقوعها في حب صاحب عملها السيد روشستر. كان أسلوب الكتاب مبتكراً، حيث جمع بين الأدب الانطباعي والميلودراما القوطية، وفتح آفاقاً جديدة في الكتابة من منظور أنثوي تروي فيه البطلة أحداث الرواية، والتي تم استحضارها بشدة، ويمكن أن تجدوا الرواية كاملة في القناة. كان باعتقاد تشارلوت أن الفن يكون أكثر إقناعاً عندما يستند إلى التجربة الشخصية، وذلك تماما ما حدث في رواية جين إير، حيث حولت تشارلوت التجربة الشخصية إلى رواية نالت نجاحا عالميا. حققت رواية جين إير نجاحا تجاريا على الفور، وحظيت بمراجعات إيجابية في البداية، إذ كتب ناقد الأدب والمسرح الفيلسوف جورج هنري لويس عندما قال عنها: إنها رواية من صميم روح شهدت الكثير من الكفاح والمعاناة والتحمل، وأردف قائلا: تتألف الرواية من تنهدات نابعة من الأعماق. تصاعدت التكهنات حول هوية وجنسي كارير بيل الغامض بعد نشر رواية مرتفعات ويذرينغ لأختها إميلي برونتي، نشرت تحت الاسم المستعار إليس بيل، ورواية أغنيس غراي لأختهما الثالثة آن براونتي نشرت تحت الاسم المستعار أكتون بيل. صاحب تلك التكهنات التغير في رد الفعل النقدي لعمل تشارلوت، حيث تم توجيه الاتهامات بأن الكتابة كانت فظة، وتم إصدار هذا الحكم بسهولة بمجرد الاشتباه في كوني كارير بيل امرأة. مع ذلك استمرت مبيعات رواية جين إير في قوتها، وربما زادت نتيجة اكتساب الرواية لسمعة باعتبارها كتابا غير لائق. كانت تشارلوت فنانة هاوية موهوبة، حيث نفذت بنفسها الرسومات للطبعة الثانية من رواية جين إير، وفي صيف عام 1834
عرضت اثنتان من لوحاتها في معرض رويال نورثرن سوسايتي لتشجيع الفنون الجميلة في مدينة ليدز. في عام 1848 بدأت شارلوت العمل على مخطوطة روايتها الثانية تشيرلي، كانت بصدد الانتهاء منها جزئيا عندما فجعت عائلة برونتي بموت 3 من أفرادها في غضون 8 أشهر. في سبتمبر 1848 توفي شقيقها باتريك برانويل برونتي المعروف باسم برانويل بسبب التهاب القصبات المزمن ومرض نقص الغذاء والبروتينات. تفاقمت حالته الصحية بسبب الإفراط في شرب الخمر، على الرغم من اعتقاد تشارلوت أن وفاته كانت بسبب مرض السل. ومن المحتمل أيضا أن برانويل كان يعاني من إدمان صبغة الأفيون. أصيبت إيميلي شقيقتها الثانية بمرض السل بعد فترة وجيزة من جنازة شقيقها برانويل، وتوفيت في ديسمبر سنة 1848، وتبعتها أختها الثالثة آن بنفس المرض تماما في مايو سنة 1849. لم تتمكن شارلوت برونتي من الكتابة أثناء هذه الأوقات الصعبة، ولكن بعد وفاة شقيقتها آن استأنفت الكتابة كوسيلة للتعامل مع حزنها على فراقهم. تناولت رواية تشيرلي موضوعات الاضطرابات الصناعية ودور المرأة في المجتمع، ونشرت في أكتوبر سنة 1849. وعلى النقيض من رواية جين إير المكتوبة من منظور بطلة الرواية بضمير المتكلم، كتبت شارلوت رواية تشيرلي بضمير الغائب، وافتقرت إلى الفورية العاطفية التي ميزت الرواية الأولى، وقال عنها المراجعون أنها أقل إثارة للصدمة. قامت شارلوت برونتي بحضر إعادة نشر رواية أختها آن الثانية نزيل قاعة ويلدفيل بصفتها وريثة أختها الراحلة، لما كان لهذا العمل من تأثير ضار على شعبية آن كروائية. وظلت الرواية مثيرة للجدل بين كاتبي السير الذاتية للأخوات برونتي منذ ذلك الحين. بعد نجاح رواياتها ولا سيما جين إير، قامت دار النشر بإقناع تشارلوت للقيام بزيارات عرضية إلى لندن، حيث كشفت عن هويتها الحقيقية وبدأت بالتحرك في دوائر اجتماعية أكثر رقيا، وكونت صداقات مع هاريت مارتينو وإليزابيث غاسكيل، كما تعرفت على ويليام ثاكري. لم تغادر تشارلوت منطقة هاورث أبدا لأكثر من بضعة أسابيع في كل مرة، لأنها لم ترغب في ترك والدها المسن وحيدا. كانت غاسكيل أول من كتب سيرة ذاتية عن شارلوت برونتي بعد وفاتها عام 1855. عرفت سنة 1853 نشر رواية فيليت، وهي رواية شارلوت الثالثة والأخيرة التي نشرت في حياتها، وتناولت في موضوعاتها الرئيسية العزلة وكيفية تحمل مثل هذه الحالة والصراع الداخلي الناجم عن القمع الاجتماعي للرغبة الفردية. تبدأ أحداث الرواية بذكريات من طفولة الشخصية الرئيسية لوسي سنو، والتي تسافر لاحقا إلى الخارج للتدريس في مدرسة داخلية في مدينة فيليت الخيالية، حيث تواجه ثقافة وتوجهات دينية مختلفة عما عهدته في السابق، وتقع في حب رجل اسمه بول إيمانويل لا تستطيع الزواج منه، وأدت تجاربها إلى حالة من الانهيار العصبي، ولكنها في النهاية حظت بالاستقلال والرضا من خلال إدارة مدرستها الخاصة. يدور جزء كبير من حوار الرواية باللغة الفرنسية. وسجلت رواية فيليت عودة تشارلوت للكتابة من منظور الشخصية الرئيسية بضمير المتكلم، وهي التقنية التي استخدمتها في رواية جين إير.
ويوجد تشابه آخر مع جين إير يكمن في استخدام جوانب من حياة الكاتبة الشخصية كمصدر إلهام للأحداث الخيالية، لا سيما إعادة صياغة الوقت الذي قضته في المدرسة الداخلية في بروكسل. اعترف النقاد آنذاك بأن رواية فالات تعتبر عملا أدبيا قويا ومعقدا، على الرغم من أنها نالت نصيبها من الانتقادات السلبية والتي وصفت أسلوب كتابة تشارلوت بالفظاظة والافتقار للأنوثة في تصويرها لرغبات بطلة الرواية لوسي. قبل نشر رواية فالات تلقت تشارلوت عرضا متوقعا للزواج من آرثر بيل نيكولز، الكاهن المساعد لوالدها والذي أحبها منذ فترة طويلة. رفضت تشارلوت عرض الزواج في البداية، كما اعترض والدها على هذه الزيجة جزئيا على الأقل بسبب الوضع المالي السيء لنيكولز، وأعربت إليزابيث غاسكل بأن الزواج يوفر واجبات واضحة ومحددة مفيدة للمرأة، وقامت بتشجيع تشارلوت على النظر في الجوانب الإيجابية لهذا الزواج، حيث سعت من خلال معارفها لتحسين الشؤون المالية لنيكولز، وازداد انجذاب تشارلوت إلى نيكولز بالتدريج. وبحلول يناير سنة 1854 قبلت عرض الزواج، وحصل الثنائي على موافقة والدها بحلول أبريل، وتزوجا في يونيو من نفس العام. رغب والدها باتريك بمرافقتها إلى الكنيسة ليزفها إلى زوجها، ولكن في اللحظة الأخيرة لم يستطع القيام بذلك، واضطرت تشارلوت أن تشق طريقها إلى الكنيسة بدونه. قضى الزوجان شهر العسل في بلدة بانغر في مقاطعة أوفالي بأيرلندا. كان زواجهما ناجحا بكل المقاييس، وأخيرا حظت بسعادة عارمة لم تشهد لها مثيلا من قبل. حملت تشارلوت بعد زواجها بوقت قصير، وسرعان ما بدأت صحتها بالتدهور. ووفقا للروائية إليزابيث غاسكل، وهي أول من كتب سيرة ذاتية لتشارلوت برونتي، هاجمها شعور دائم بالغثيان مع إغماءات متكررة. توفيت تشارلوت مع جنينها الذي لم يولد بعد في 31 من مارس سنة 1855 عن عمر يناهز 39 عاما. ذكر في شهادة وفاتها أن مرض السل هو سبب الوفاة، بينما رجح العديد من كاتبي السير الذاتية بمن فيهم كلير هارمان أن وفاتها جاءت نتيجة الجفاف وسوء التغذية بسبب القيء الناجم عن غثيان الصباح أو القيء المفرط للمرأة الحامل. دفنت تشارلوت في قبو العائلة في كنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة في هاورث، وكانت أبرز كلمات تشارلوت برونتي المبدعة: من السخيف أن نعتقد بأن الإنسان يبحث عن الهدوء لتحقيق ذاته، على العكس تماما، فالإنسان غالبا ما يبحث عن الصخب لفعل ذلك، وإن لم يجد ذلك الصخب صنعه بنفسه. وأضافت قائلة: من العبث القول بأن البشر يجب أن يكونوا راضين بالهدوء، يجب أن يكون لديهم عمل وسوف يصنعونه إذا لم يتمكنوا من العثور عليه. ولتختتم أقوالها: إن البكاء لا ينم عن ضعف منك، فمنذ لحظة ولادتك كان هو الدليل على أنك على قيد الحياة. شكرا على متابعتكم، وإذا كان يعجبكم هذا المحتوى المرجو الضغط على زر الإعجاب وزر الاشتراك، وإلى الفقرة القادمة.